النجم المتألق دائما ناصر سيف، بقول لك طبعا مليون مبروك على المسلسل الإذاعي عين الحياة. الله يبارك فيك، والحمد لله كان عمل لقى سمع كويس من المستمعين عين الحياة، لأنه عين الحياة يعني الاسم الرمزي بتاعه بيتكلم عن عين الحياة، احنا بنشوف الحياة بعين زاويتها عاملة ازاي، وطبعا الناس حسوا ده وهم بيسمعوا المسلسل، وانا كنت زي ما الناس سمعت كنت عامل دور الضابط، الحمد لله يعني الناس مبسوطة لانه ضابط اذاعي، فالضابط في الاذاعة بيختلف شوية عن التلفزيون لانه بيتسمع احاسيسه ومشاعره وانفعالاته بتتسمع، وانت بتجسد دور ضابط فيبان ازاي ان هو الشخصية باينة انه عنده مسؤولية عنده كذا، الحمد لله بانت يعني الحمد لله. وكله في الإذاعة بتبقى حريص قوي على مخارج الحروف، على كل كلمة بتطلع، على طريقة الأداء الصوتي أكتر. والله ده احنا بندرسه يعني، طبعا احنا لأننا خريجين معاهد أكاديمية فنون يعني، وبندرس ازاي الأداء الإذاعي بيتغير، الأداء الإذاعي ازاي عشان تجسد جملة، عشان تقول جملة، عشان تنفعل، تبعد عن المايك ازاي وتقرب من المايك ازاي، لانه هو اللي بيوصل للمستمع الاحاسيس والمشاعر، فده بنتعلمه وهو ده اللي بيوصل للمستمع صوت المسألة.